كل واحد اضرب بمهنيته واضرب بمهنته واضرب شغله. واعتقد الاستاذ ناصر علي مدير عام المطابع في المؤسسه وكان ادرى واحد بقى بالمكان يقدر في خبايا كده وفي اسرار. طبعا الاستاذ هيبه قالت لنا السر الاعظم انه المكان بيتكلم وانه في بعض العاملين في المكان ممكن لو المكنه ما اشتغلتش معاه يبكي. فعلى فكره ده احنا بنشوفه بصوره كبيره جدا ارتباط الموظف او العامل او الفني بالاله اللي معاه. ده صحيح يا استاذ ناصر؟ تمام يا فندم. احنا طبعا كمدرسه صحفيه كمان عندنا مدرسه طباعيه دروس اليوسف منتشره في جميع مطابع مصر وبتواكب التكنولوجيا العالميه عشان اصداراتها وكمان بنساهم في اصدارات الغير. يعني في مؤسسات تانية خاصة بتيجي تطبع عندنا وبنطبع الجريدة بتاعتنا هنا وبنطبع المجلة. وإحنا عندنا القوة هنا في القوة البشرية. عندنا العامل هنا مؤهل تأهيل غير عادي نفس الوقت مرتبط بالمكان. يعني في معظمه بيبقوا أولاد المكان يعني والده كان هنا نختار أفضل العناصر من كلية فنون تطبيقية قسم الطباعة بيجوا بينخرطوا. حضرتك لما تشوف هنا هتلاقي المهندس والعامل حاجة واحدة كلهم حاجة واحدة لأن طبعا هنا في تكامل. روزا اليوسف أسرة واحدة سواء صحافه او تحرير او اداره او عمال هتلاقينا كلنا مفيش فرق. هتلاقيني انا قاعد معاهم هنا هتلاقي الاستاذ هيبه على طول معانا الاستاذ احمد طاهر في لمه يعني لا لا في حاجه في تكامل بينهم. روزا اليوسف هي تعتبر بيتنا هو ده الاساس فيها. واحنا الحمد لله يعني الاداره ما بتبخلش علينا باي حاجه سواء في الصيانه سواء في الدورات التدريبيه لتاهيل العمال سواء طبعا حضرتك افضل الخامات بنجيبها عشان حضرتك تشوف المطبوعه طالعه زي ما حضرتك شايفها كده ان شاء الله. يعني السلالم القديمه دي وال هي طبعًا. مش قديمه لا هي مش قديمه انت حضرتك معظم المؤسسات فيها فضح حضرتك تعالى لك كده زي حضرتك زي ياسر الله يخليك يا فندم اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام كله تمام تمام الحمد لله. مبسوط هنا؟ الحمد لله طبعا. طب الاستاذ هيبه مش عايز اي حاجه مبسوط بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الاستاذ هيبه الاستاذ ناصر الناس كلهم افاضل بصراحه يعني ومؤسسه كلها عريقه وانا بتشرف ان انا مؤسسه روزا اليوسف الحمد لله. اتفضل يا فندم تعالى اتفضل يا فندم تعالى 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 بس بناخد نموذج كده من نماذج. اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك الحمد لله تمام والله. اتفضل اسم حضرتك ايه؟ محمد احمد عبد الرحمن رئيس ورديه المكن هنا. رئيس ورديه المكن حلوه رئيس ورديه المكن دي الدنيا هنا كويسه كويسه والله. الاستاذ ناصر يعني الله يبارك له الاستاذه هيبه الدنيا حلوه كلنا اخوات مع بعضينا هنا مفيش يعني. طب مش عايزين اي تطوير في اي حاجه مكن جديد استاذ هيبه موجود اهي ولا انتوا الدنيا هنا كويسه؟ يا ربنا يسهل ونمشي الدنيا برضه كان الدنيا ماشيه معانا يعني على فكره كويسة. بس انا عايز اقول حاجه ان هنا الحقيقه العمال بيتميزوا هنا هم غيورين جدا جدا على مكانهم وعلى المكن يعني لو في حاجه لو احنا سكتنا هم ما بيسكتوش. عارفه مطالبنا ايه وكل حاجه. اسم حضرتك الاول؟ صلاح احمد دين رئيس قسم البليماك. انتوا كلكم هنا من القاهره ولا في ناس من الاقاليم؟ لا في ناس اقاليم منين يا فندم؟ انا من المنوفيه. اهلا بك يا باشا. الاستاذه هيبه البركه فيها والاستاذ ناصر يعني مش مخلينا الصراحه اي حاجه بالنسبه للمطالب يكونوا هم مسبقين بيها. بصوا يعني احنا كنا لسه مسجلين معايا بس خلي بالكم من الابتسامه بتاعته وهو يعني هو فكره الفرحه بالتواجد في حد ذاته ده فده شيء طبعا جميل. لان احنا بنشرف بيه. تعال يعني تعال يا استاذ تعال تعال ازي حضرتك اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ياسر منين يا عم ياسر؟ منوفيه. منوفيه؟ المنوفيه مسيطره ليه على المطاعم؟ منوفيه ليه كده؟ لا كله واحد كل اللي ورا برضه من المنوفيه. لا كهرباء. ازي حضرتك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. مبسوط هنا؟ تمام الحمد لله. عارف انت حضرتك السنه دي 5000 عدد روزه ايوه السنه الجايه هيبقى 100 سنه على المؤسسه ان شاء الله. فانتوا محظوظين كل اللي بيشتغل هنا في الوقت ده محظوظ طبعا 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 وربنا يوفقكم. تعالى يا استاذ تعالى يا فندم ازي حضرتك واحدك ايه؟ محمد حامد. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك حضرتك. مبسوط هنا الشغل هنا تمام؟ الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله تمام. الحمد لله. استاذ هيبه موجود اهي. لا الحمد لله تمام. يعني رئيس مجلس اداره فانت هتقول حاجه هتتنفس. لا 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 ما تقلقش. لا الحمد لله. نجيب لك نعزمك على كباب النهارده بس. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. لسان طيب الله يخليك. اسم حضرتك؟ محمود سمير. اهلا بيك يا سمير. الله يخليك. اوعى تقول من المنوفيه. لا من الجيزه يا ريس. الجيزه؟ ابن المنوفيه. اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام الله يخليك الحمد لله. مبروك الاول على ال 5000 عدد ان شاء الله السنه الجايه هتبقوا احتفالكم بمرور 100 سنه على المؤسسه. ان شاء الله. فانتوا الموجودين في التاريخ ده فيعني شرف. الحمد لله اللي احنا قاعدين وشرف. الله يخليك يا ريس الله يخليك يا ريس. ربنا يبارك لكم. الله يخليك. اتفضل يا استاذ. تعالى يا محمد. اتفضل يا استاذ محمد.
اسم حضرتك يا فندم؟ محمد كمال. اهلا بيك يا سيدي. اهلا وسهلا بحضرتك. من المعادي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الحمد لله والله. الدنيا كويسه؟ بخير الحمد لله. الحمد لله نحمد ربنا الحمد لله. لا والله استاذ هيبه فوق راسنا واستاذ ناصر برضو فوق راسنا، يعني احنا من غيرهم والله ما نسواش حاجه. ربنا يبارك لكم يا رب ويحفظكم كده ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. يمكن الفرصه اللي انا لسه بقول للزملاء لحضرتك ان العدد 5000 والسنه الجايه يبقى 100 سنه على المؤسسه ان شاء الله، وعقبال ال 100 سنه اللي جايين ان شاء الله ومن تقدم لتقدم ان شاء الله، وان شاء الله نبقى في احسن حال ان شاء الله بعون الله. انتوا الاصل، انتوا ربنا يخلي حياتك ايديكوا دي يعني، واحنا اتشرفنا برؤيه حضرتك والله. والله اتشرفنا برؤيه حضرتك. الايد دي يا اخوانا، الايد دي مش اي ايد يعني، الايد الشقيانه دي، الايد الشغاله دي مش اي ايد يعني، فربنا يبارك لكم دايما يعني. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا.